دراري ما نكذبش عليكم، من الاخر من الاخر لقيتوني دابا انا شاد ستون وكنتصفح هانتو تصفح في التيك توك والو، وانا هديع والو والو القضيه مسكته صافي. وي بحال شدتني القنطه فهمتي الدراري، والله ما نكذب عليكم. دابا دابا 12 ونص ديال الليل وغيجيني لا نعاس لا والو، قلت اش غندير؟ اه والله لبت في كاسه، والله ما نكذب عليكم الدراري، والله ما عارف راسي فين غنمشي. صافي جاتني الطجه فهمتي، دابا غنخرج والله ما نكذب عليكم الدراري، نوض نجمع الساك وغادي نخرج ونمشي للمحطه ديال ولاد زيان، وديك الساعه عاد غادي نشرب واحد القهوه وغنفكر اش من اتجاه غنشد. والله ما عارف شي اتجاه الدراري دابا حاليا، المهم خصني نخرج، خصني نخرج غنهز الساك دابا وغنتلاقاو في المحطه الدراري. دابا كتعاوني كنتريك والله، حتى كنستريمي انا هاد كنستريمي. شوفوا هذيك هاد الفلوغ هذا غنبداه من هنا، من هاد اللحظه هادي اللي معاكم الدراري. انا والله ما عارف فين غادي داير، غنمشي للمحطه ديال ولاد زيان غنشرب واحد القهوه وغتكونوا معايا نتوما الدراري. بقاو معايا تلاقوا في المحطه ديال ولاد زيان. الدراري ها تو انا راه في الكاردير، قلت خليه وين ليش درتها بالثاني يا صاحبي، كنت مريح مرتاح في مخي اش قال لي انا. المهم الدراري دابا غنبدا الفراجه ديال بصح، كما تنساونا شتوما ديروا لنا لايك وديروا هما اللي قالوا لي الخوت. انا الخوت فين المفاجاه هي هذه، انا في مدينه فاس العريقه. مرحبا بكم في مدينة فاس الخوت، تحياتي لكم من مدينة فاس. يلا الدراري ديال فاس مرحبا بيا عندكم. أنا الخوت المناظر الخلابة، الرحلة غتنطلق من هنا الخوت. دابا عاد غتبدا غنبداو نزهاو ديال بصح غنخلقوا الدراري. تحياتي الخوت، عرفتوا فين الدراري؟ انا دابا دابا انا في مولاي يعقوب، وكما كتعرفوا اي واحد جا لمولاي يعقوب ضروري فين كيمشي؟ كيمشي كيوصل للعضيمات ديالو. دابا انا غندخل الدراري، ولكن راه التصوير راه ممنوع تما، فهمتوني؟ غنوريكم غندور لكم الكاميرا وغتشوفوا فين كيمشي. شتو الخوت فين انا دابا؟ وانا فين؟
تحياتي لكم الخوت. كما كتشوفوا دابا انا يلا خرجت من الحامه ديال مول يعقوب، وهذه المره الثانيه اللي كنعوم فيها الخوت. راه عام في الصباح، كنت باغي نصور لكم، وراه خرجت منه مشيت ناس تحت كاع وغيبت، انت ما كاينش الاكسجين، سخونه بزاف، واصلا اليوم كاين الحراره، درجه الحراره واصله 42 اليوم هنايا في مول يعقوب، ترى شنو ما تقدرش تخرج على برا. المهم الخوت، ودابا نعست تشبعت وفقت دابا تقريبا السبعه العشيه وباقي الحال سخون، ودخلت الدار شباب واحد العومه، حتى ما نكذبش عليكم الخوت نعمه. المهم على فكره الدراري بالنسبه اللي ما عمرو جا هنايا، كاينين جوجات، كاينين جوج حامات، كاين القديمه، كيقول لك تقليديه، دايرين لها واقيلا شي 240 ريال، وكتحل من 10 الصباح وكتسد مع 5 العشيه، وكاين الحامه الجديده دايرين لها 25 درهم، واقيلا تاهي كتحل مع 10 الصباح او 9 وكتبقى حتى 12 ديال الليل، وهي اللي زوينه، هي اللي فيها البيسين وداك الشيء هارب بزاف. واخا المهم داك الشيء زوين بزاف الخوت الصراحه، ملي كتجي هنايا حتى راه كدير ديك الناقه ولا اش كيقولوا لها، والله حتى الناقه الدراري. المهم شوفوا على ديكور دابا، انا راه خصني نطلع، باش نطلع للشارع الفوق خاصني شي حمار حاشاكم، بين الزناقي صغيورين صح، ترى بحال بغيت تقول المدينه القديمه ولا درب مولاي شريف ولا بحال داك الشيء، الزناقي صغار بزاف والعقابي ترى ما تقدرش تبات في الشطار هنايا كطريا ميطاج، لا عندك فوبيا بغيتي تخلع، تركت بالك الدار الريبه فهم ميله، فهمتي ميله في الجبل وطالع كطريا ميطاج يهربش لك، والله والله تيهرب لكم معانا. المهم الدراري بقاو معايا، كما كتشوفوا الخوت درني الجوع وجيت مقصي هذه، ما تسخنها خويا، بلا ما تسخنها بلا، كما كتشوفوا الخوت درني الجوع وجيت مقصي. المهم نخليكم معايا الاكله ديالي، هانتوما الاكله الخوت، حريره بيضاء سمر شباكيه مسمن، هادشي اللي كاين الخوت. المهم داكشي زوين الخوت، بغيت نقول لكم الخوت الفلوق ديالنا راه غيسير هنا. المهم غدا ان شاء الله غتكون وجهه اخرى، والله ما عارف انتم راكم عارفين هنا لا هبيت. المهم الليله راه غنبات هنا، وغدا الصباح غنبيض، غندير شي انطلاقه اخرى وغادي نشارك معكم كبيره وصغيره، ولكن غدا نتاكد الخوت غادي يكون نتعمق لداخل في الشمال، غدا غدا نتعمق، غدا الفلوق ديال غدا مابقيتش ندير انا فلوق طويل، قلت اللهم ندير هذا نكملوا اللوح وليكم اللوح وغدا نديروا واحد اخر، ولكن غدا غيكون فيه الاكشن غدا. المهم اللي بقى معنا حتى لهنايا الدراري دير لايك، خلي لنا شي كومونتير وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وتهلاو ليا براسكم راكم عزاز. المهم الدراري تمرقت والله العظيم الدراري، والله حتى واش 12 اصاحبي، والله ما نكذب عليكم، تصوروا لي براسكم الدراري.